صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله يا رسول الله، صلى الله عليك يا المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سادتي، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا باب الرحمة. وكذلك الدنيا متاع، تحسن تسيء، وبمثل ذلك تنقضي والغيث يلقى الشم قبل هضابها، فلتخش معضلة الخطوب عظامها. أو ما أتاك حديث وقعة كربلاء؟ الشمس من كدر العجاج لثامها، فحمى عرينته ودمدم دونها، ويذب من دون الشراع ضرغا تحسب وقعها جزل الرعود، جزل الرعود إذ اكفها الرغمامها من باسل، يلقى الكتيبة باسما والشوس يرشح بالمنية ها كأنه صقر بأعلى جوها جلا جلا، فحل قما هناك حمامها إلى أن يقول: فهنالكم ملك الشريعة أبو فاضل، واتكى من فوق قائم سيفه قمقامها، وصل إلى المشرعة وهو عطشان، كبده متفطرة من الظما.
فهنالكم ملك الشريعة واتكى من فوق قائم سيفه قمقامها، فأبت نقيبته الزكية ريا، وحش ابن فاطمة يشب غرامها. حش الحسين يلتهب من العطش، والعباس يتروى، هيهات أبى إلا أن يواسي الحسين في ظمأه. وللمشرعة يمم قمرها هاشم وعدنان، مثل الأسد والجمع راح تقول غزلان. طب للنهر زعلان حاسر عن ذراعه، والماي خاله وشافه يلوح بشعاع، عاف الشرب والعمر دون حسين باعه. ينظر الماي وقلبه من العطش لهفان، وبيده غرف غرفه، وصاح وقلبه يفور، ليت العراق بزلزله وفراتها يغور. والله والله فلت روى وقلب حسين مفطور، وعند حريم معطشه وظل بالضمساق العطاشة، وطلع بالجود والدرب بينه وبين أخوه حسين مسدود. لظل بالضمساق العطاشة وطلع بالجود والروس تمطر والدموم تقول طوفان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ود المؤمن للمؤمن في الله أعظم شعب الإيمان، ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. لا ريب أن للإيمان لوازم، ومن أعظم لوازم الإيمان وشعبه حب المؤمن للمؤمن، كما هو منطوق ومفهوم الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد نقل
أن في 11 من شهر رمضان حصلت المؤاخاة. آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين المسلمين، ومؤاخاته صلى الله عليه وآله لأفراد الأمة تجسيد عملي للمبادئ التي رسخها القرآن ونادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يجسد المبادئ النظرية إلى سلوكيات عملية قائمة في دنيا المسلمين. وإلا فالإخاء على الصعيد النظري كمبدأ لا ينكره أحد ولا يرتاب فيه أحد، الإخاء والإلفة والمودة والمحبة والتآزر ووحدة القلوب، مبدأ الواقع يتألق ويضيء نورا ويأخذ بالقلوب، إلا أنه يحتاج إلى تجسيد، يحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى أن يلتزم به في صعيد الحياة والعمل. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله عز وجل، بأمر من الله، الله تعالى أمره أن يؤاخي بين المسلمين. والمحققون من العلماء في السيرة كهاشم معروف الحسيني في كتابه سيرة النبي صلى الله عليه وآله يفهم، وعلى ضوء شواهد تاريخية من السيرة، أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المسلمين مرتين، الأولى في مكة والثانية في المدينة. في مكة آخى بين المهاجرين، وفي المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. والمؤاخاة التي حصلت في مكة بين المهاجرين ذكرها صاحب كتاب السيرة الحلبية، وذكر في ضمنها أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين أبي بكر وعمر، بين حمزة وزيد بن حارثة، بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، بين الزبير بن العوام وابن مسعود، وهكذا. وترك عليا عليه السلام، ثم أخذ بيده وقال له: أنت أخي في الدنيا والآخرة. هذا في السيرة الحلبية. يعني في مكة النبي صلى الله عليه وآله ترك عليا لنفسه، وبعد أن آخى بين المهاجرين أخذ بيده وقال: أنت أخي في الدنيا والآخرة. أيضا في المدينة المنورة بعد الهجرة إليها، ولأبعاد وغايات عميقة ودقيقة من أجل إيجاد رابط وثيق بين أفراد المجتمع المسلم أقوى من رابط الدم. رابط الإيمان، أخوة الإيمان، أقوى من رابط الدم والحلف. إن كانت هناك أحلاف أو أحزاب أو حركات أو فئات أو انتماءات، فإن الانتماء الأحرى بالقداسة والذي له لوازم لا تتزعزع ولا تتغير ولا تتبدل، إنه الدين، رابط الدين، إخاء الإيمان. أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعمق هذا الرابط بين أفراد الأمة ويجعلهم إخوة متحابين متآلفين على دين الله عز وجل. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله: ما لكم لا تحابون ولا تناصحون وأنتم إخوة في دين الله. هذا النص ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: ما لكم لا تحابون ولا تناصحون وأنتم إخوة على دين الله، يعني دين الله يجمعكم. لا تنسى أنك ويا أخوك المؤمن على دين واحد،
يشهد الشهادتين وأنت كذلك، هو يقر بالحق وأنت أيضا، وهذا كاف في أن يكون بينك وبينه رابط الإخاء والمحبة. فأخى النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله عز وجل جمع المسلمين، جمعهم في المدينة وقال لهم تآخوا أخوين أخوين، فآخى بين 300 من أصحابه، فلان أنت أخ لفلان، فلان أنت أخ لفلان، وترك عليا كما يقول ابن هشام في سيرته، ترك عليا لم يؤاخ بينه وبين أحد، ثم أخذ بيده أيضا وقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة. ويقول ابن هشام في سيرته بالمعنى كان رسول الله صلى الله عليه وآله سيد المرسلين وإمام المتقين وعلي بن أبي طالب أخوين، تعبير ابن هشام. الواقع لأن اختيار النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أخا له دون غيره وأخ له في الدنيا والآخرة فضيلة ومنقبة ما بعدها فضيلة ومنقبة، فيها إيحاء بأفضلية علي بن أبي طالب، واضح إيحاء اختيار النبي لعلي عليه السلام أخا له دون غيره، الإيحاء بأفضليته على الغير واضح جدا لا يرتاب فيه أحد. وإلا ما معنى أن لا يختار النبي صلى الله عليه وآله أحدا إلا علي بن أبي طالب عليه السلام؟ والقندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة يذكر القضية بشيء من التفصيل، يذكر لعله هكذا أن علي عليه السلام أخذ يبكي لما رأى النبي صلى الله عليه وآله آخى بين أصحابه وتركه، فجاءه يبكي فقال صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده ما أخرتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى وأنت أخي في الدنيا والآخرة وأنت أخي وبارثي. هذا النص في ذكر القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة. الواقع لأن في هذا النص فضيلة عظيمة لأمير المؤمنين عليه السلام، الحاقدون على البيت العلوي والذين انطبعت على قلوبهم بصمات البيت الأموي من المتأخرين، هؤلاء واقع ثقل عليهم أن يقبلوا بمثل هذا، مثل ابن تيمية وأمثاله، فصاروا يشككون في الأحاديث. وحتى لعل أيضا الأستاذ الغزالي في كتابه فقه السيرة أراد أن يوحي بشيء من التشكيك لكنه ما استطاع الواقع، لأنه قال أو رجح ثبوت مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وقال يؤيد ذلك الحديث الصحيح أنت مني بمنزلة هارون من موسى. خب لا ينكروا حديث المؤاخاة، فلا ينكروا حديث المنزلة لأنه رواه صحيح البخاري، جاء في ضمن صحيح البخاري حديث المنزلة وهذا واضح جدا. زين، الأستاذ الغزالي إذن يرجح ثبوت حديث المؤاخاة ويؤيده أيضا بالحديث الصحيح كما يقول، يريد يأشر لشيء من التشكيك كأنما يريد دعمه بالحديث الصحيح، وهو لا يحتاج. لماذا؟ لأن جميع من ألفوا في السيرة المحمدية ذكروا حديث المؤاخاة، وأن النبي صلى الله عليه وآله اختار عليا وآخاه دون غيره وقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة، ابن هشام
في سيرته ابن إسحاق الحلبي، ابن دحلان زين دحلان في سيرته، وغيرهم. أما المؤرخون فقد ذكره الطبري، ذكره ابن الأثير، ذكره ابن كثير، ذكره أيضا اليعقوبي في تاريخه، ذكره أبو الفداء. وأما المحدثون فحدث ولا حرج، الترمذي في صحيحه روى الحديث مسندا عن ابن عمر قال آخى الرسول صلى الله عليه وآله بين أصحابه فجاء علي بن أبي طالب باكي العين وقال تدمع عيناه، وقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني ولم تآخي بيني وبين أحد، فقال له صلى الله عليه وآله أنت أخي في الدنيا والآخرة. أي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة لعلي عليه السلام؟ هذا الترمذي في صحيحه. الحديث أيضا رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث. الحديث أيضا رواه ابن ماجه في صحيحه عن عباد عن عبد الله عن علي عليه السلام، وجاء في ضمن ما رواه ابن ماجه عن عباد عن علي عليه السلام أن قال عليه السلام الإمام علي قال أنا عبد الله، أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي أحد إلا كذاب. ابن ماجه في صحيح يروي هذا. النسائي في الخصائص أيضا يرويه. كذلك المتقي الهندي في كنز العمال، السيوطي في الدر المنثور، البيهقي وغيرهم وغيرهم من المحدثين كثير. يعني حديث وصل حد التواتر، مؤاخاة النبي صلى الله عليه وآله بين المسلمين واختياره إلى علي بن أبي طالب. بعد هذا في الواقع نحن مر علينا بالأمس أن للرسول صلى الله عليه وآله صفة، قلت أنها من أبرز وأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها القادة، وينبغي في القائد أن يكون مشفقا يحمل قلب الإشفاق على الناس. الرسول صلى الله عليه وآله يحمل في قلبه صفة الإشفاق على أولئك الذين كذبوه وأنكروا دعوته ولم يؤمنوا برسالته، إشفاق بهم ورأفة بحالهم ورحمة عليهم في قلبه كادت أن تصل به إلى حد إهلاك نفسه من الأسف. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله يحمل قلب القيادة الحقة، القلب الذي يتدفق عطاء، القلب الذي يتدفق حبا للخير لكل الناس، يحب الخير لكل الخلق، يحب لكل الناس لكل الخلق لكل العباد أن يعمهم الخير. ولا ريب أن الخير كل الخير في اعتناق الحق، إذ رفض الحق سقوط في الباطل، وفي الباطل المعاناة، والمعاناة التي تزج بأهلها إلى النار هذه هي التي آلمت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وآله يحمل في قلبه حب الخير لكل الخلق حتى لأعدائه، حتى لأعدائه. وهكذا نظرة الإسلام لما عليه المسلم على صعيد التعامل مع الخلق يعمق هذا المبدأ. الناس إما أخ لك في الدين أو شريك لك في الخلق. ليس هناك مؤمن بالله يحمل
في طيات قلبه شرا إلى أحد إلا إذا كان حائدا عن لوازم الإيمان، وإلا المؤمن يحمل الخير، كل الخير إلى كل الناس، يحمل الخير للمؤمنين ولغير المؤمنين. يود أن لو يعم الهدى والخير والبر والإحسان والحياة المرفهة كل الناس، كل الخلق، كل الإنسانية. المؤمن ما يحمل في قلب شر إلى أحد أبدا، لا يحمل السوء إلى أحد، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله الذي أشفق قلبه حتى كاد أن يهلك أسفا على من جحدوا دعوته. إذا كان قلب المؤمن وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن يحمل الخير، كل الخير إلى كل الخلق، فما بال قلبه مع إخوانه في دين الله؟ ألا يحمل لهم حب الخير من باب أولى؟ لا ريب أن المؤمن يحمل نية الخير وعزم البر لكل الناس، يحمل في قلبه ينبوع من العطاء يعم من خلاله الخير، في ظلاله يعيش الناس خيرا وأمنا واستقرارا ولا يحمل شرا إلى أحد. هذا هو المعنى الحقيقي الذي ينطوي عليه قلب المؤمن من خلال إيمانه والتزامه بدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الواقع هكذا علم الإسلام من خلال هديه وإرشاده معتنقيه والمنتمين إليه، علمهم الرغبة والحرص الشديدين على أن يعم كل الناس الخير من جهة، ومن جهة أخرى تتألم قلوبهم وتعتصر ضمائرهم حزنا وأسفا لو ألم بالناس الشر. إذا اكتنف الناس لون من ألوان الشر والأذى يتألم قلب المؤمن، قلب المؤمن يتألم. ولهذا نقرأ هذا النفس، نقرأ هذا المعنى في كلام أمير المؤمنين عليه السلام: أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ يقول الناس إذا أصابهم شيء من المكروه من المكاره حبا منه لهم يود أن يشاركهم، يصير مشترك وياهم في المكاره اللي تحصل لهم. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ لاحظ، يريد يواسي الناس، يريد أن يشترك مع الناس في معاناتهم وفيما هم فيه. أيضا الإمام الصادق عليه السلام كما يروي معتب، ومعتب هو المسؤول عن إدارة الشؤون المنزلية إلى الإمام الصادق عليه السلام كما في البحار، معتب يقول: قلت البضائع في السوق، قل عرض البضائع في السوق فارتفعت الأسعار. هذه طبيعة الأسواق، تقل البضاعة يرتفع السعر. أما من كل جهة يتدفق النفط، لا تتحكم خصوصا من يحمل العداوة يريد للعرب الضعف ويريد للمسلمين الفقر، تتحكم أمريكا وأمثال أمريكا في مصير الأمة. على كل حال هذا يقول: قل عرض البضائع في السوق فارتفعت الأسعار، وأصاب الناس شدة، قلت البضائع والأسعار ارتفعت. يقول: فقال إلي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا معتب، كم بقي في دارنا من القوت؟ قلت له: في الدار من القوت ما يكفي لعدة أشهر. يقول: قلت له: عندنا
من القوت ما يكفي لأشهر. فقال لي الصادق عليه السلام: أخرجه وبعه في السوق. قلت: ماذا سيدي، ما الذي تقول؟ الآن في هذا الظرف البضائع قلت والأسعار ارتفعت، البضائع شحيحة، الآن كل ما في البيت من محتويات أبيعه. يقول: فكرر علي أمره بأن أبيع كل ما في البيت. يقول: فأخرجته بعته. قال إلي: يا معتب، اشتري لنا يوما بيوم كما يشتري الناس، مثل ما الناس الفقراء والمحتاجين والمحتاجين على هذا الحال نواسيهم. الله، ما هذه الروح؟ يقول: قال لي: اشتري لنا يوما بيوم، واجعل قوت عيالي نصفا من الشعير ونصفا من الحنطة، اخلط بعد أو فرسي للناس، لا تأخذ من بضاعة واحدة، من حاجة واحدة، امزج لهم الطعام، شيء من الشعير وشيء من الدقيق. هذه هي روح الأئمة عليهم السلام، إذ يحملون الخير، كل الخير للناس للخلق، يحملون البر للعباد لكل العباد. وهذه هي الروح التي ينبغي أن يحملها المؤمن إذا كان مقتديا بنبيه وبأئمته. الإمام الصادق عليه السلام في ضمن حديث له في مشكاة الأنوار يستعرض بعض الحقوق اللي للمؤمن على المؤمن، للمسلم على المسلم. يقول: أيسرها أن يحب لأخيه ما يحب إلى نفسه، ويكره له ما يكره إلى نفسه. بعد قال: أن يمشي في حاجته، يعني يقضي حوائج أخوه المؤمن، ويبتغي رضاه، يعني لا يبتغي سخطه، ولا يخالف قوله. قد واحد يقول: يعني اشمعنى، يعني حتى لو قال له بحرام يطاوع؟ لا يا عمي، مو هذا الغرض. لا، لا طاعة لمخلوق في سخط الخالق، هذا واضح جدا. وإنما أحيانا بعض الناس جراء وجود شيء من الضغينة في قلبه يعمل على مخالفة هذا الشخص اللي متخاصم وياه، سواء على حق أو على باطل. هكذا مثل ما ذاك يقول، الصادق يقول وأنا أقول، إذا الصادق قال كذا أنا أقول كذا، هكذا لغرض الخلاف فقط. فأتذكر في سنة من السنوات كنا في الحج والعمرة، وذهبنا إلى زيارة المساجد، وجئنا إلى، صعدنا إلى مسجد الفتح، اثنين بينهم شيء من الخصومة، بينهم شيء من البرود. بعض الجماعة سئل واحد منهم، قال له: هذا أي مسجد؟ قال: هذا مسجد الفتح. ذاك سمع، قال: لا هذا مو مسجد الفتح. إذن هو مسجد الفتح، بس لأن فلان قال هذا خصمة رغبة في أن يخالفه. هذه روح العصبية، روح العصبية، استجير بالله. أن يمشي في حاجته ويبتغي رضاه ولا يخالف قوله. بعد قال: أن يصله، هل نبدلها أن يقطعه؟ الصادق عليه السلام قال: أن يصله بماذا؟ قال: أن يصله بنفسه وماله ويده ورجله ولسانه. أواصر الصلة بين المسلم والمسلم هكذا، يصله بنفسه، يصله بماله، يصله برجله ويده ولسانه. بعد قال: أن يكون عينه ودليله ومرآته وقميصه، يصير لباسا ليستره، يستر مثل اللباس اللي يستر على الإنسان. هذه عاد انتهى الحقوق، اعكسها على الواقع، اربط بينه وبين الواقع المعاش اللي صودرت فيه المبادئ والمثل، وصار هذا الكلام أشبه شيء بالكلام الغريب. الخامس قال: ألا تشبع ويجوع. مو أنت تصير شبعان وتخلي أخوك في دين الله يجوع، وربما البعض يعمل على هذا، يعمل على أن يقطع على أخيه المؤمن كل وسيلة لإعاشته وتوفير مؤنة حياته.
وهذا من أبشع الظلم وأقبح الجور، ألا تجوع ألا تشبع ويجوع، ولا تلبس ويعرى، ولا تروى ويضمر. هذا أخوك في دين الله مهما كان. هكذا إذا قلب المؤمن يحمل إلى أخيه المؤمن كل البر وكل الخير وكل النفع. ود المؤمن للمؤمن في الله أعظم شعب الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فمن أحب في الله من أجل الله عز وجل، الله هو الذي دعا، إنما المؤمنون إخوة فأفسدوا، قال الله، قال أفسدوا بين أخويكم، اقطعوا الصلات فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله، اجعلوا الله نصب أعينكم، خافوا الله، أصلحوا بين أخويكم، اعملوا على الإلفة، اعملوا على الإخاء كما آخر الرسول صلى الله عليه وآله. عمليا أمر في مكة وفي المدينة، أمر المسلمين أن يتآخوا ويتصافوا ويخلص بعضهم لبعض ويكونوا يدا واحدة على عد، لأنه لا ريب أن الشتات والفرقة ثمرته الضعف، يجعل الأمة لقمة سائغة، الأمة المتفككة، الأمة المتنازعة التي تعيش الكتل المتنافرة والأحزاب المتناحرة، كل حزب بما لديهم فرحون، أمة ضعيفة، أمة مشتتة، لقمة سائغة للعدو، هذا واضح جدا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يجب أن يعمل أهل الإيمان بكل وسيلة وبكل إخلاص من أجل الإخاء ومن أجل الإلفة والمحبة والمودة، لأنهم إخوة على دين الله. يقول الصادق عليه السلام: تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا إخوة بررة كما أمركم الله. الله الذي أمر يا حبيبي، الله هو الذي أمر بالإخاء والإلفة، لا أن نأمر بالنزاع والفرقة. أخوة الدين، رابط الدين هو أقوى رابط وأهم رابط، كما قلنا أقوى من رابط الدم وأقوى من رابط الرحم والحلف. هذه الأخوة اللي أشار لها العباس سلام الله عليه وهو في أرض كربلاء: إني أحامي أبدا عن ديني. رابط الدين هذا أخوك في دين الله، لا يحل لك أن تنزع يدك من يده أو تؤذيه. قل أريد إذاء المؤمن، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المفروض يرجى من المؤمن أن يحمل البر إلى المؤمن، يحمل الخير والنفع إلى المؤمن، لا أن يحمل له الشر والأذى والمحن. هكذا أكد أبو الفضل يوم كربلاء على أخوة الدين والإيمان: إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام، لأن إمام مفترض الطعم، لأن أخ، وعن إمام صادق اليقين شبده. تذكر ما نسي أبو فاضل، مع أن عطشان بأبي وأمي ظمآن، أترى أن أطفال الحسين ظمآن والعباس يتروى؟ العباس يتروى قلبه، وأطفال الحسين ويتامى الحسين ورامل الحسين ونساء الحسين يتغورون من الظمأ. إذا كان ليلة السابع كما ذكر في بعض المصادر، ليلة السابع جاء العباس ببعض قرب الماء، 20 قربة، 20 قربة ملئت بالماء، وجاء بها أبو الفضل مع جملة من الأنصار، لأنه كان حاميهم والمدافع عنهم
وصلت القرب، لكن هذه القرب اللي وصلت يشرب منها العباس والأطفال عطاشة؟ لا والله. بعض الماء وبس هي الزبردة ترى الجبل يروي عطش جبدة، تذكر لنا خو حسين بعد لب الماء من جبه وتحسى. وأراد الواقع أراد أبو فاضل أن يصل بالماء إلى المخيمة، وبذل الجهد الجهيد، بذل الوسع وبذل شجاعة حيدرية عجيبة الواقع من أجل أن يوصل القرب إلى المخيم، لكن حال القضاء دون وصول القربة إلى مخيمات الحسين، وقطعت يمين العباس كما قطعت شماله، وأصاب القربة سهم وأريق ماؤها. وش قد انعصر قلب العباس، كم تحسر وكم ندم أبو الفضل، مع أن يمينه وشماله قد قطعتا. قطعت الكفان الوفاء والإخلاص، هالكفين اللي الواقع لهم أثر في قلب الحسين. ويقولون أن الحسين لما إجا إلى العباس نزل من على الجواد والتقط من أرض المعركة، التقط يمين العباس ثم التقط شماله المقطوعتين، يدي الوفاء والإخلاص، هالكفين اللي يقولون الزهراء يوم القيامة أول ما تبدأ الشكايات، أول ما تبدأ شكواها إلى الله، أول ما تبدأ بهذين الكفين وتبتهل الله. أم الحسن بجفوف عباس تبتهل لله، أم الحسن بجفوف عباس يوم الحشر وتصيح شوف الفخر يا ناس، شوفوا شرف جفين قطعوها الأعادي من الزندين، جفين عباس قطعوها بنصرة حسين، أبقسم على الله بشرف جفينك يا عباس. نصرت ابني المظلوم، وامك تسايل عن عزيز حسين كل يوم، عمن تسأل أم البنين في المقدمة تسأل عمن، ما هذا الإخلاص؟ يا ابني يا أبو فاضل، نصرت ابني عنكم يا عباس الجزا اليوم، واللي تطلبونه يحصل مني يا عباس. يم البنين بغنوتيج عباس بزديج، وبال الأولاد كل الفخر حزين، بشري ترى انت على الصراط اليوم جزين،
بتشوفين في الجنة بجناحنا العباس باب الحوايج بالفضيل نعم الوسيلة ساد العطاش بكربلاء اشحال الوديعة في خدرها في خدرها ترتجيلة ولم صيحة حسين انكسر ظهري يا عباس قلها اعذريني تجدلت يم الشريعة علي يروحونك يا وديعة قلها يا عذرين تجدلت يم الشريعة أنا غصب علي يروحونك يا وديعة شبيدي يا زينب طحت جفاني قطيعة وسبا يسيرونك سبية بين الأرجاء اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء إلى شفاء مريض. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويا من يكشف السوء صل على محمد وآل محمد ومن علينا بفرج من عندك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة لا سيما من دعوناك لأجله وسببه اللهم داوه بدوائك وشافه بشفائك وعافه من بلائك يا أرحم الراحمين إلى أرواح العلماء الأبرار والشهداء الأطهار والمؤمنين الأخيار رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.